نظم مواطنون من محافظة صلاح الدين وقفة احتجاجية في مدينة تكريت للمطالبة بصرف مبالغ للتعويضات كونهم من ضحايا إرهاب داعش، مشيرين إلى أن معاملاتهم مضى عليها سنوات عدة ولم يحصلوا على حقوقهم. نطالب دولة رئيس الوزراء والحكومة ومجلس النواب بتسريع إجراء المعاملات حول الجرحى والشهداء وتعويضات البيوت المهدمة والمضررة، وعنده دليل معاملات من سنة 2017 ولحد اليوم ذهبت إلى بغداد ولم تعد، والتي تعد فيها نقص بعد 5 سنوات. يعني مواطن يبقى مهجر في هياكل وليست لديه تعويضات من الدولة، والدولة إجراها وخلقها طويل، احنا نقول بالعامية، والشعب متضرر من عمليات، وحقيقة المواطن هو اللي جاي يعاني من هذه المسألة. فجروا بيتي بسامرة، سنتين وشوية أنا مشيت بالمعاملة، كملتها دخلتها حاسبة 11917 رقم الحاسبة، ورا سنة جيت أراجع يقول لي أنت مالك اسم، يابا هذا رقم الحاسبة موجود عندي وهذا الكرت مالكم وهذا رقمها، يقلب يقول لي ماكو معاملتك ماكو مفقودة، وين انفقدت وين راحت؟ لو إبراهيم واحد يدور عليها يلقاها، معاملة سنتين وشوية أنا أركض بيها ما، وهسه النتيجة يقول لي معاملتك ماكو. وأكو وياي مرة صار 13 سنة بهاي السنة تراجع، وكل فترة يقولوا لها معاملتك ساقطة، ها والمعاملات جت تنحجز بالدوائر، وعلى أبو هذا الكتاب سقط وسوي واحد غيره، وهذا الكتاب سقط وسوي واحد غيره، والمعاملات هي متأخرة بالدوائر، ما تأخرت عندنا ببيوتنا حتى احنا نتحمل هاي المراجعات وروح وتعال. احنا اليوم شهداء وجرحى، يعني كل شهداء وجرحى، عندنا معاملات تأخرت كل واحد 7 سنين 6 سنين، زي شنو سبب تأخير هاي المعاملات؟ يعني وضعيتنا وضعية يرثى إليها، فنطلب من المسؤول، أنت يا مسؤول ودنيا رمضان وصايم، ليش صايم؟ افطر، تعال شوف هاي الشريحة الفقيرة، هذولا انطوا تضحيات، انطوا دماء لهذا البلد، يعني تخلي معاملته 7 سنوات، يعني اللي يضحي بهذا البلد تاخذون معاملته 7 سنوات، المفروض انتم يعني يصيرون يعني مو بهاي الصيغة. فاحنا ناشد من سيادة المحافظ من المسؤولين على التعويضات يشوفون هاي الشريحة. أنا عندي 3 شهداء وشهيد والهوية طالعة صار سنتين وبيها راتب، فدا يساموني بالفروقات، ما ينطوني الهوية إلا أنطيهم الفروقات كلها.